الساعة نتوجه لكم زوز نساء، انتوما ان شاء الله كل عام وانتوما حيين بخير. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة احنا عملنا برنامج نتاع الوقفة المسيرة اللي تشوفوا فيها لهنا. اول حاجة باش نكونوا نعبروا على تضامننا مع المرأة في العالم وخاصة المرأة الفلسطينية، وعملنا دي لونسيت بالون خاطر اليوم فما مسيرة عالمية للمرأة اللي يزم ظهر فيها السوليداريتي، تضامن ما بين جميع نساء العالم، وهي زادة وقفة نعبروا بها على ارتياح اللي مش كاملة أما ارتياح نسبي للنسخة الأخيرة للدستور، على خاطر نسخة متاع 1 جوان كانت نسخة تخوف. ما زلت راهو النضالات مطروحة علينا، ما زلت حكاية التناصف مش محسومة. احنا نشوفوا حتى من توا الخطط المسندة للولات ما زلنا ما شفناش اللي التناصف بدأ بالحق يولي عقلية ويولي قانون في تونس. معناتها يلزمنا مطالبين احنا نسينا ورجالنا بأكثر نضالات من أجل عدم التمييز الفعلي بين المرأة والرجل، خاطر المرأة في تونس تستحق باش تكون في القيادة الفعلية في بلادها في جميع الميادين. المرأة في تونس كم تشوفوا تبارك الله عليكم انتم متألقات في العمل متاعكم، تشوفوا وصلت سوق طيارة طبيبة، تخلي ولادها وتتصرف باش تمشي تعمل دي زيرجونس بور دي مالاد. المرأة الريفية، المرأة في دارها اللي تربي في هي شطر المجتمع وتربي في شطر الآخر. معناتها المرأة قاعدة تعطي برشا، ومزيت عندي أنا ما خذيتش اللي تستحقه في تونس، واحنا بقدرة ربي ساعين باش نكملوا النضال متاعنا باش المرأة تفتك حقيقيا المكانة اللي هي تستحقها في بلادها. الاحتفال هذايا تحت معناتها ائتلاف حراير تونس اللي هي تضم مجموعة من المنظمات والمكونات المجتمع المدني والجمعيات النسائية اللي تنشط في الميدان هذايا. وبالنسبة لنا احنا فما مكاسب تحققت في الدستور كما التناصف، كما معناتها الفصل اللي على القضاء على كافة أشكال التمييز والعنف، لكن مازال احنا بالنسبة لنا فما مكاسب مازالت ما تحققتش. احنا توا نسعى والساعة لتفعيل الدستور، خاطر ما يكفيش انه تكون عندنا مكاسب مضمونة في الدستور، المهم هو تفعيلها على أرض الواقع. اللي باش نخدموا عليه في المدة الجاية هو تحقيق تفعيل المطالب هذه، تحقيق التناصف على أرض الواقع، ومعناتها وباش نسعى وأنها المرأة يكون عندها أكثر حضور في الانتخابات، أكثر حضور في المجال السياسي. المرأة ما زالت ما افتكتش برغم التميز نتاعها في التعليم، برغم النتائج حقق فيها، برغم يعني مساهمتها في الدورة الاقتصادية، لكن المرأة ما هيش في مراكز القرار، ومعناتها يعني حاجة تري سامبوليكو برا، ما فماش اون بريزونس معناتها افكتيف ريال دو لا فام في معناتها في لي بوست هذوما، لي بوست دو ريسبونسابيليتي. مازال الطريق طويل، وهذه يعني صحيح هي نوع من التصورات، وتصورات هذه الاجتماعية والتمثلات الاجتماعية ما تخلينيش مثلا ما تخليش المرأة دي جور لونتما معناتها تفك بقعتها ولا تفرض مكانتها وكل، لازمها تناضل، لازمنا نناضلوا، واحنا معناتها اوني لا بوغ سا. المناسبة اليوم هي مناسبة اليوم العالمي للمرأة، كما يقول الشاعرون العظيم محمود درويش: سأسميك امرأة سأسميك كل شيء، لأن الحق هو حق المجتمع وحق كل هو حق المجتمع وحق الأمة. إذا علمنا امرأة علمنا أمة بأسرها، وإذا لم ننتهك حق المرأة لم ننتهك حقوق المجتمع بأسره. اليوم نطالب حقوق الاجتماعية والحقوق الاقتصادية خاصة للفئات المهمشة، للمرأة الريفية، للجهات المحرومة، نطالب بحقوقها في العيش الكريم، حقها في السكن الكريم، حقها في الشغل، حقها في التعليم، حقها في الماء، حقها في حقها في المشاركة في القرار، وحقها في المشاركة السياسية، كل الحقوق التي لا تتجزأ.